الفن عنده مواليه وطبوع بلادي تبهيه. غني جزائري الآن. عشاق الفن والموسيقى، جمهور قناة شروق العامة، أهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة الجديدة من سهرات برنامجكم غني جزائري، البروغرام اللي تعودتوا على إطلاقه كل يوم سبت ابتداء من 9 تاع العشية. خلونا في البداية نوجه تحية خاصة للبيبليك اللي راهو حاضر معنا. بيان سور كما جرت العادة نوجه تحية تان خاصة للمايسترو طارق كادام والأوركستر اللي راهو مرافقه. مشاهدينا، اليوم سهرتنا راح تكون سبيسيال لانه حتى الضيوف اللي راهم حاضرين معنا مميزين. ما نطولوش عليكم، الضيفه الاولى اللي راهي حاضره معنا، رحبوا معي مشاهدينا وجمهورنا بالفنانه فريده رقيبه. مرحبا بك فريده. يسلمك. واش راك؟ لاباس؟ انا نقول لك واش راه باباك. نحبوا عليك. سلم عليك زاد ما هو يبغيك. ربي يخليك. منوره اليوم. جيسبر كو تو تي تري بون. بحضورك باينه بلي تكون عايله. تفضلي معنا، طول لها تحيه. اكيد الضيف الثاني اللي راهو حاضر معنا شفيق باهو، نحيوه ونرحبوا به تحت تحياتكم. شفيق، ما تقوليش برك من ضربت الغرقان ما تلاقيناش. من ضربت الغرقان يا دار الا نغرقوا اليوم ولا حنسلكوا. لا لا لا، نسلكوا ان شاء الله. مرحبا بك. الله يطول عمرك. لاباس؟ الحمد لله، نورتنا اليوم. الله يطول عمرك. تفضل يعيشك. ميرسي. والضيف الثالث اللي راهو حاضر معنا سريتوا علينا كثير خصوصا عبر السوشيال ميديا باش يكون حاضر معنا في برنامج غني جزائري، اسعد باستضافه الشاب حسام. كي راك حسام؟ السلام عليكم. سلام خويا. لاباس؟ غاية. بخير الحمد لله. الحمد لله. حسام الأولى تاع الأولين، بحلم بيك. مرحبا بكم. مرحبا بك. يلا حسام، بحلم بيك. تفضل.
هذاك صح حسام. شكرا لك يا خويا. واش هاد لومبيونس اغنيه بحلم بك كانت من قاسم ومدريد كلماته والحانه. كلماته والحان قاسم ومدريد اللي كل خطره يبدع ويعطيني شي حاجه شابه. نحيوه بالمناسبه ثانيك. نوجه له تحيه. بيان سور. وشنو هما ابرز لي سوكسي اللي خدمتوهم كيف كيف؟ كيفاش؟ لي سوكسي كامل اللي خدمتوهم كيف كيف؟ اونفان لي تيتر كامل. خدمنا بزاف، خدمنا المكتوب، خدمنا لا ميموار، خدمنا بحلم بيك، خدمنا يا مرا، خدمنا بزاف صوالح. آه. طيب الحمد لله كاع لقاو نجاح شباب، لقاو نجاح كبير زعما. الحمد لله، اليوم لما يقول حسام بحلم بيك. كيفاش؟ لما نقول بحلم بيك. أنا مش عارف كيما يقول لك هذه مجرد أغنية. والإحساس اللي حطيتها في الأغنية سي باش نوصل الميساج للناس اللي يسمعوا الأغنية. وهذه هي. ولا كان تقول بحلم بيك، لا كان عندك شي مرة تبغيها ولا أخت تبغيها ولا أم تبغيها ولا تقدر تقول بحلم بيك. تشوف فران أنه رانا في وقت ضروري جدا لو شونتور يغني كلمات فريمون عايشها، ولا نورمال ميم إذا كانت اون هيستوار مش عايشة تقدر توصل فيها لو ميساج؟ ما عليك، كاين كاين واحد لي سوجي اللي يكونوا كاع عايشينهم، يكونوا كاع متوشين بهم وكلش، وكاين دي سوجي اللي تغناو يجوا شابين هكا، يجي كان سوجي هكا شباب ما يكونش صاري لك انت ولا مي شابه، تحس باللي زعما وقت الغنيه تكون شابه تقول هذه سيرمون صاري لك شي واحد ولا زعما كاع غادي كي تغنيها غادي دير بليزير كبير في هذاك السيد. بصح لو كنشوفوا الريبرتوار تاع حسام بالك نشوفوا انه بل يطغاو عليه شويه الاغاني الحزينه، علاش؟ انا خيرت هاك، انا خيرت هاكا، بغيت نبدل لو ستيل. في الاول كنت ندير ستيل لايف وداك الشيء وموسيقى تاع العراس والرقيس وكلش، ودروك بدلنا لو ستيل، دخلنا في لو ستيل سونتيمونتال. الحمد لله كيما يقول لك لقيت لقاء اقبال كبير من عند الجمهور. سي بوغ سا اللي مكمل فيه، والناس يحفزوني توجور يقول لي حسام كاش جديد سونتيمونتال سونتيمونتال. انا قعدت في هذا ستيل وبغيته، تما راني قاعد فيه عن قناعه كيما يقول لك. أنني باغي نقعد في هذا الستيل. تخي بيان هو شباب وحنا يعجبنا على كل حال. ولو كان نسقسيك بين لي تيتختان كامل اللي درتهم لي مورسو، شكون أكثر أغنية راك تقول اليوم مزية اللي غنيتها؟ ما نكذبش عليك كاين بزاف أغنية كاع شباب، أغنية كاع مليح. أنا ماذا بيا الجمهور يقول لي هذه الكلمة ماشي أنا. صح، واش مال فين يقولوا لك؟ تسمعها هكا من العالم. الجمهور يبغي خطيرة خطيرة. يبغوا مالغري تفارقنا قعدتي في لا ميموار. يبغوا انت عشقك صعيب وانا زادم فيه، ميرسي بوكو، المكتوب، شغل كاين بزاف دي سوجي شابين. وانا دروك انا نغنوا النص، كي نخدم نخدم حاجه سوجي باين. سي بوغ سا الناس كي تسمع تحس باللي تبع تسمعها حتى لافان، تبعها الغنيه. كاين علاش راك تغني فيها وكاين علاش راك توصل في الميساج. وي وي وي، والغنيه اللي بالك اليوم راك تقول باللي لو كان غير ما غنيتهاش. هادوك بزاف هادوك. علاش هادوك بزاف؟ قبل ما تعطيني الغنيه قول لي علاش. لا ما غاديش نعطيك الغنيه، ما غاديش نعطيك الغنيه باسكو غنيات حنا كاع غلطنا وكاع بدينا، يقول لك بدينا باسلوب ماشي زعما ماشي اسلوب محترف. بدينا كيما بداو كاع الاول اللي قبلنا والناس كاع غلطت قبلنا. تندم على شي صوالح درتهم، تندم على غنيات غنيتهم، مي بون بعد كي يتبدل لو ستيل وتلقى روحك دخلت في سونتيمونتال ونقيت اغنيه الراي، فاهم؟ الحمد لله يا ربي. تحس انه سي اون ريسبونسابيليتي راهي عليك؟ بيان سور ريسبونسابيليتي، يسمعوك الكبار يسمعوك الصغار يسمعوك كاع لي كاتيغوري يسمعوك. تما اللي تعرف اش غادي تخرج من فمك مسؤوليه كبيره. حنا ماذا بينا ما يكونش عندنا الغنى اللي يدمر للناس الحاجه ماشي مليحه. حنا نقعدوا كيما انا اللي مخير سونتيمونتال، كيفاش غادي نقعد انا غير في مواضيع الحب سواء حزين سواء فرحان، راني قاعد في هذاك الكولوار. داكو فريده نولي ليك، اونفان نروح ليك ماشي نولي. اللي طلع راسه في سماء الجزائر اليوم يشوف انه فريده رقيبه راهي طالعه هكا شغل بخطى ثابته في سماء الفن هذه، وش السر في هذا؟ والله السر في هذا الشيء انه دراسه اي خطوه تعملها. جينيرالمون كاع يقولوا لي فريده علاش ما راهش كاينه لاكتواليتي، ما كاينش لاكتواليتي، جو ما عنديش هذيك تاع الكميه، عندي تاع لاكاليتي هي اللي تسبق. دونك مازال ما جاتش حاجه اللي جوغ هكا نديرها جوست باش نديرها، يفوت دير حاجه شابه
باش تقعد كيما كان يقول حسام جو حاجه كي ديرها اللي توصلها للجمهور للمستمع اكزاكتومون. وقال لك ان بوين تري امبورطون سي كو ماشي فورسيمون تكون عايش هذه كلاسيفيكاسيون اللي قلت تتعايش مع لا بيرسون اللي راهي حاسه هذاك لي سونتيمون دونك سي سا لو شونتور سي بور سا جو مي كوش عايش ان كا مي اي بو ترانسميتر هذيك ليموسيون كي شغل هو عاشها شغل سي سون هيستوار يعيش الدور ويتقمص هذيك اي جو كرو كو سي سا لو سيكري دان ارتيست كي زعما ناجح باسكو اي لي فري il est sincère في لي سونتيمون تاعو دونك يسي باش يوصل لا بون ايماج حاجه مليحه. فريده كذلك نشوفوا يعني على بالنا كاع بلي رانا في مجتمع جزائري المجتمع ديالنا باش يكون الاب والاخ متقبل الاخت الفنانه في البدايه شيء صعيب باش ما نقولوش مستحيل ولكن نقولوا صعيب. احكي لنا كيفاش كانت البدايه تاع القبول تاع القبول تاعك في الوسط العائلي قبل généralement ana genre je n'ai jamais eu de problème que ce soit avec mon père ou là avec mes frères les deux frères genre le problème اللي كان عندي c'est que je suis la famille تاعي côté maternel ils étaient contre et nous جالهم تحيه ضرب parce que هم vraiment c'est les premiers هما اللي راهم genre toujours معايا ويشجعوني et tout بصح علاش parce que المجتمع الجزائري عنده فكره شويه مدره على الفنان الجزائري Donc c'est pour ça qu'il dit que je suis très jeune, parce que j'étais très jeune, je le suis toujours. Mais j'avais 18 ans qui dit. Donc il dit qu'elle est adolescente, qui a dit... Qu'est-ce qu'il dit que le père à l'âge de 18 ans? En fait, mon papa a dit qu'il n'y a pas de chose. Parce qu'il sait comment je vais me faire. Mais par contre, ma mère, elle était trop sévère avec moi. Genre, quand elle dit Falida, la preuve كانت في اي خطوه نخطيها كانت تكون معايا في اي ديبلاسمون نروح تجي معايا دونك سيتي لا بيرسون لي ال ما فورجي عطاتني واحد لا كونفيونس اون سوا لي دروك ميم سي ما راهيش معايا جو سي كو ما غاديش تن انا حتى الوالد تاعك اللي نوجه له تحيه خاصه على بالي ويشوف فينا بعث لي ميساج قال لي اتونسيون قال لي هذيك تريزور تاعي تماك تعرف الكنز تاعي تهلا فيها نوجه له تحيه. شفيق انت كذلك شاب صغير راك تمشي في درب النجوميه لو كان نقول لك هذا الدرب تاع سماء النجوميه في الجزائر اوصفه لي في كلمات هكا واش تقول لي؟ نوصف لك درب النجوميه مازال ما وصلتلوش انا نقدر نقولها لك يعني راني 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 نخدم باش الناس تتقبلني وباش الناس تحبني وباش الناس كيما نقولوا تولي تتبعني اونكور بلوس نقول لك تدخل في 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 مصارعه مع نفسك قبل مع الناس باسكو علاه ما على بالكش اسكو واش حتمد اسكو سير حيتقبلوه ولا ماهوش حيتقبلوه ما عندك شويه ان سيغتان انتيميتي كيما اي انسان يقدر يبوستي وشي يحب يقدر يدير وشي يحب يقدر يدير الاخر ولكن شغل انا من الناس اللي شغل نقدر نقول لك نخمم كيما سبقوا قالوا باللي نمد حاجه نقيه حاجه اللي تقعد مورايا يسمحها كبير صغير والحمد لله يا ربي وجيسبيغ كو سافا سافا ريستي كوم سا فوالا بصح ما وصفتليش الكلمه بكلمات هكا اعطيني كاش زوج كلمات حرب 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 اي اي حرب حرب انا نقولها حرب باسكو راني نحارب باش 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 بو بروفي او موند باللي شغل جيكزيست طيب والله تكون حرب خفيفه ياك لا هي خفيفه خفيفه فيها الفنانين طيب احنا مشاهدينا وجمهورنا الحاضر معنا راح نلطفوا شويه الجو باغنيه أكابيلا من فريدة رقيبة ولكن بعد الفاصل الإشهاري بقوا معنا بلاك وتزابي وفاصل ونعودوا نرجعوا يعطيك الصحة فريدة مشاهدينا الكرام فريدة في الكواليس قلت لها فريدة أعطيني اسم الأغنية اللي حتغنيها قالت لي فهمني علاه قلت لها باش نكتبها قالت لي فهمني علاه قلت لها باش نكتبها استوعب باش فهمت بلي الأغنية اسمها فهمني علاه هاني فهمت دوكا الحمد لله الحمد لله احكي لنا على الأغنية هذه فريدة bon la chanson c'est من انتاج Gusto Prod ou la réalisation c'était Mohamed Rico دار ديجا الفيديو كليب وي ما حكيتش نخليهم سكري صح مادام اللي جيت اليوم باش نحكي عليها دونك c'est une nouvelle chanson وان شاء الله تنال اعجاب المستمعين باسكو صافي كوم ميم دروك ان اون ايدمي ملي جي ريان في دونك ان شاء الله هذه تكون الورقه الرابحه اللي ان شاء الله تربح عليا ان شاء الله يا رب. شفيق نعاود نرجع ليك بدايتك كانت في الاناشيد صح؟ احكي لي شويه بون
وي انا سيتي سيتي ان كونكور انت لي زيكول ومن بعد انت لي ولايه وجي لو برومي بري في الجزائري وجي مون باساج مون برومي باساج سيتي في لا راديو جافي 11 ans فوالا دونك بدايتك وانت فريمون صغير يعني جافي 11 ans 12 ans هكذاك يعني شغل كان في عمري ميم با 12 سنه اللي جي لو برومي بري كانت هذاك الوقت كانت طوندونس تاع سامي يوسف 12 عام انا كنت نغني في حوشنا اي وي دونك سيتي 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 كانت سامي يوسف هاد العفايس دونك وي والنقله بين ما بين الاناشيد للغناء العادي هي ما نكذبش عليك انا كيما قال لك انا ملي كنت صغير على بالي بلي حنخرج نغني باسكو نحب نغني ما نكذبش مي ما جاتش لوكازيون كانوا كاينين دعفايس قبل سبقوا وكي كتب ربي بديت وهذه هي لو كان نقول لك معنا الحد لي واش تقول لي سي اون بون امي وانسانه نحبها وانسانه نعزها سير تعاملكم يعني الاخير ولينا نشوفوكم في بالك ما كاش فرح فيه من الحد اللي ما فيه شفيق باهو لا كاين كاين بزاف كاع كاين بزاف على خارجين في في في, 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 في اس 12 بواحد ولا لا 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 ريا شوف اسمح لي خويا مصباح انا شاد سيري انا خويا ماشي داير هكذا مصباح انا دوك انا حاب ندير شي طوايش انا حاب ندير شي يعني خرج خرج خلاص واش شداني نلبسها شوفوا ذاك تشوفوا فيها خمش الماتش شفتوا ودي خلاص انا حاب نخرب عرض كيما نقول قلت لك لا لا كاين كاين على هي تخدم عندها خدمتها انا عندي خدمتي دي فوا وشنو اوني سي فري كو لو ديو تاعي تاعها الي دوموندي بزاف عند عند الناس والحمد لله ونحبها باسكو انسانه ماشي باسكو راني في لا كاميرا ولا انسانه ما حسدتنيش انسانه كين زعما نسقسيها على حاجه ولا تعاونني بكل فرح وسرور كيما فريده كيما منال كيما الحمد لله يعني منسجمين مع بعض نعم منسجمين عمتك دائما منسجمين مع بعض هذه انت قولها انا ما على باليش ما نقدرش نقول لك انا كشخص انا الحاجه اللي على بالي الحاجه اللي على بالي بها سيكو الانسجام انت وين تروح تخلقوا حتى نهار كنت في لوبيتال كي يوم كورونا كنت تغني لهم لداخل داير لهم العرس غالبا قلت لك كانت في او خاف او خاف زيد او خاف او شوال هذا كورونا وكل شيء هو كان بين الاوائل الاوائل انا كنت اول فنان بالك تقاس في في فوالا سيتي في مارس دونك كنت مور تاع بليده كاين انا انا زيد قلتها لك كان انا والونترينور تاع البليده اللي نحييه بالمناسبه وهو والزوجه تاعو الحمد لله ربي شفاهم ايفيكتيفمون عبالك كان عندنا واحد انا قعدت 24 23 يوم استغفر الله يا ربي في لوبيتال شحال تعيات تونغواسي شحال تعيات تقلق شحال تعيا وعبالك المناعه تاع الانسان بالستريس ما تخدمش فوالا دونك كل خطره شكون اللي يغلق على روحه في البيت الوغ طون طون ندخل هكذا نبدا ندير شويه في الهول ايفيكتيفمون خرجت فيديو مام في الكولوار تاع السيرفيس اش هذا الفيديو خرجت وين كنا نغنوا نديروا مام سبور وكلش دونك طافي لا فورس بور فير تو سا خلاص واش ديري يا تموتي يا تبراي دونك الحمد لله يا ربي شغل انا طبيعي جاي هكذا انسان نحب بالك انسان حيوي هكذا شغل نحب الامبيونس نحب مليح الحمد لله حسام واش تشوف انه يخص الفنان هنا الجزائري باش يقدر يوصل لبعيد ما نكذبش عليك انا ما عنديش حاجه اللي نقدر نهضرها للفنانين ولا انا غير صغير وراني عاده جاي تما ما نقدرش نحكم على الفنانين ولا نقول لك واش خصهم باش يكونوا في الوجود ومنا وكل شيء تما حنا رانا كاع خدامين ورانا كاع نتعلموا ونشوف باللي اغنيه الراي خصها النص فوالا خصنا نغنوا دي سيجي باينين نلحقوا بهم عند لي فامي وكل شيء هذاك هو لو بيت فريدة نشوفوا أنه عندك علاقات وطيدة بين الفنانين مع أنه المقولة تقول عدوك مولى صنعتك السر وراه والله شوك شي تخمم لا بس سي فغي جامي ما كان عندي بروبليم مع أي فنان ولا أي انفلونسر ولا جاغ ما عنديش تشابك ولا معاها بالك لو فات كو جو سوي بروش اي لوان يقول لك كون صديقهم من بعيد انا جو سوي لامي دو تول موند اي لامي دو بيرسون واو واو واو
هذا الشيء خلاني قريبه منهم كاع يبغوني كاع. لا لا هذه عطينا ديتاي شويه. والله العظيم بلوس دو ديتاي. ها شفيق راه هنا يقول لك جونغ جي فريمون دو تري بون ريلاسيون افيك لي زارتيست. شوف انا وجهه نظري انا يعني اسمح لي بالك السؤال موجه لها ولا انا هنا سنقول دونك انا نشوف باللي شغل مليح انه الانسان نحبك نقادرك الاخر مي كاين هذيك الحريه تاعه ثاني ما يقليش نكون في حياته. سيكون في حياته غادي يطيح هذاك الحاجز اللي يكون تاع القدر ولا دونك غادي ندخلوا في صوالح واحد اخرين دونك الواحد يفو بيان يخلي دي ليميت اونتر اون بيرسون اي لوتر ماشي زعما غير في دومين ارتستيك في اي مجال في اي علاقات انسانيه. حسام شكون مع من انت اصدقاء من الساحه الفنيه؟ انا نبغيهم كاع وكاع خوتي وخاصه اللي نخدم معاهم كيف كاين فنانين نتلاقاهم دائما عندي تا بروبليم مع اي فنان زعما. ما عنديش مشكله معاهم بالعكس نتلاقاو نضحكوا نلعبوا غير الخير. مليح شفيق وانت؟ شفيق دوك يبقاو غير يدوروا لا لا نو انا نقول لك فريده سي بون امي ا مو حسن سي بون امي ا مو ها هايك فوالا دونك نعم والله شوف صدقني انا من الناس اللي نحب 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 الانسان حتى وين انه هو يلحقني الا لحقني ماشي من الناس اللي نلحقوا نجبد نطفي الضوء وصاي ايوا هكذا يقولوا لهنا وصاي طفي الضوء وضرب النح طفي الضوء انا داير هكذا يعني من الناس شغل نحبك على القدر اللي يديره لي ونديره لك هذا ما كان يعني شغل ما ماشي على حاجه اخرى وكل واحد شغل كما كنت قلت لها مقبله مولا عدوك مولا صنعتك لا انا ماشي مع هذا ماشي معها باسكو كل واحد حيدي مكتوبه كل واحد يدي نصيبه وي هذه هما راهم فاهمين هكذا بصح انه كان صدقني سر نجاح تاع بالك واش قال لك مقبله تكون عنده قلب مليح سر نجاح تاع لا القلب الاولى كاع يكون قلبك مليح تحب الخير لوخد اخر با كيسيون تحب الخير ولا حد ما يكذبش على روحه حنا ماناش بينك بين روحك ديجا يقتل بنادم يكون صريح بنادم يليق يكون صريح ما نبغيش حاجه ما نبغيهاش نبغي هاد الحاجه نبغيها ما يخش شكون يدخل فيها النفاق ويدخل فيها منا ولا حاجه واحده اخرى مع الناس تاع ما عندكش معاهم ولا ما انا نبغيك ما نبغيكش ما نبغيش خويا ما تقول لي كي راك نقول لك صافا لاباس الحمد لله نولي نبغيك نضحك معاك كل ما نشوفك تزير وجهك ثاني ما هذه هي تسمى دروك ما راناش فيها عامل بالمثل باش نعجب كاع الناس باسكو يقول لك ارضاء الناس غايه لا تدرك غايه لا تدرك انا ما غاديش نقدر نرضي كاع الناس دي فوا تديرها غايه فور وكل شيء تلقى لي قطع فيك تلقى لي يهضر فيك تلقى بارتو المليح والدوني في هذه الدنيا بارتو بنادم يعرف يسيليكسيوني الناس اللي معاه وما يوصلش روحه ثاني كبنادم ويلعب غير عند ريتم فاهم ما يروحش بعيد وهذيك تاع القلب مليح على باس ان ارتست باش يولي ان ارتست يليق يكون قلبه ابيض يليق يكون قلبك مليح عاده باش تقد تكون فنان دي كاش اغنيه ولا ما تقدرش تتعامل مع شخص قلبه ماشي مليح حنا الحاجه اللي على بالنا بها سيكو قلوبكم كامل مليحه واصواتكم مليحه وانا حابين نسمعوا صوتك اون اكابيلا عطينا مقطع حابين ياك في بليك حابين قولوا تحيه حابين ماشي غرضيه قلبي ما بغى يفارقك مالغري كنتي ظالمة عمري راني مسامحك ويلي 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 عمري راني مسامحك يا مالغري تفارقنا قعدتي في لاميموار قعدتي في لاميموار مالغري كملت لي استوار وقلبي لك انت يا ام توجور مريزيرفي بلاصة في اي بي تسكني فيها لافيا حسام على بالنا باللي حنا كاين بزاف ناس يسمعوا الاغاني تاع حسام ولكن حسام واش يسمع انت تكون هكا زعما قال اخر اغنيه سمعت نسمع وانا نسمع كل شيء نسمع ان بو دو تو نسمع صح اخر اغنيه سمعتها راك شافي لا ما قدش نعرف شو سمعت اخر اغنيه ولا ولكن نسمع كل شيء نسمع منهم كاع نسمع ما كنت فنانين تاعنا
نسمع شويه مصغر اللي طالعين جدد ولا لي زونسيان ولا مصغر يجوز عليك يجوز عليك باسكو تكون في اليوتيوب سي دي يوتيوبرز هما ماشي كاع كاين كاين ناس مبازين على اليوتيوب ويخدموا هكا وكشي شاول انا نسمع شويه كبار شويه كيما حسني بلال شويه شعبي تاع مغرب شعبي مغربي اي اغنيه شابه تعجبني نسمعها نسمع القديم تاع وليد ضوفه وي حسام قلت دوك تكلمت شويه على السوشيال ميديا واليوتيوب والناس هاد المصاغر اللي يحطوا في اليوتيوب بالك لو كان نديروا مقارنه صغيره نشوفوا انه حسام باغ اكزومبل اكثر من 250 الف على الانستغرام ولكن الشعبيه تاعك البرة كبيره ما شاء الله ولكن كاين ناس عندهم تلقى ملايين على السوشيال ميديا برا ما يعرفوا حتى والبرا يخرج البرا والو في هكا يجوزين ابيرسي واش تشوف مبازين هادو الناس مبازين على السوشيال ميديا كيما يقول لك سيدرو كل كيما هكا دروك ماشي لافو تاعهم ولا راهم يحقروا فينا ولا رانا نحقروا فيهم صاي الوقت تبدل لا جينيراسيون تبدلت الناس راهي مقابله هاد الصوالح واللي راه يخدم شي حاجه ويدير فيها ربي يعاونها ثاني ربي يعاونهم كاع نتمنى لهم كاع النجاح والله بصح تشوف انه مليح الفنان يصارح روحه تان لا مجي الصراحه وداك الشيء والله العظيم الا كاين ناس راهم ظالمين رواحهم كيفاش كاين ناس راهم صارحين رواحهم ماشي كاع الناس يعرفوا يادوا الاغنيه وماشي كاع الناس ما يعرفوش يادوا كاين فنانين يعرفوا يغنوا كاين فنان صافا غنى كاري كل شيء في بلاصه تاعو منه ما يزيد ما ينقص وكاين اللي دوزيام ديفيزيون الله غالب مع احترامنا للدوزيام ديفيزيون تاع كره القدم هذوك هم يلعبوا كره القدم طيب شنو هي اللي تحط بين النمبر 1 والنمبر 2 في الصف هذا شوف كاين بزاف صوالح شوف دي فوا كاين ناس انت يكتبوا لك ولا مانيش عارف في يتراسلوا معك وانت بالك ما تكونش كاع انت اللي مقابل لاباج ولا اون سي جامي بالك ولا يتلاقوا معك برا بنادم ماشي كل يوم بيان ماشي كل يوم غايه ولا صح دي فوا تكون تكون بخير تكون غايه تضحك وتلعب دير لهم كاع كاع دير لهم خاطرهم كون هنا الجمهور كاع تقول لهم اللي في قلبه شي اغنيه غنيها له اللي في قلبه شي حاجه نديرها له ودي فوا ما تكونش فيها انت كاع الوغ الناس تكذب غير انت من ما تكونش بيان ويردوك متكبر ديجا انا الناس يهضروا عليا بلي متكبر انايا كاع الناس ماشي كاع الناس دي با كاع لا بليبار لا بليبار رديني انا نتكبر انا خاطيني كاع خويا علاش داين هاد النظره على باليش ما على باليش الناس بينت لهم بلي انا نتكبر انا واش من حاجه باش نتكبر غير نسقسيك سي اون امبرسيون لا هما كيما يلقوا ما يحطوا لك شوف يشوفوا لك كاع صوالحك من طويل شباب جايب روحك تعرف تغني تعرف تهضر صاي يولي متكبر ويولي هما يعرفوا هما يعرفوا لي بلاصوك وسا ديبون بالك انا الحمد لله بلاصه ولي هذه تاع نتكبر بالك شويه الحمد لله ارحم كاين شي صوالح كاين شي هضره تسمعها والله العظيم لا صافي مالو كور صح سي فغي رانا نعانوا رانا نعانوا مع شي ناس اللي ما عندهم حتى قلب ما عندهم حتى نيفو رانا نعانوا معاهم والله العظيم وحنا نقصوا بالمعاناه هذه يا حسام وندعو شفيق باهو باش يأدي لنا اغنيه يا خدع قلبي من كلماتها الحق طارق قادم تفضل باستوديو غني جزائري اسمعوا هذه الاغنيه الان
شفيق شكون خدعت قلبك من الاخر؟ كاين بزاف كاين بزاف ماشي واحد خدعت قلبي. نحكي لي على الغنية هذه. والله ما على حتى على شاب طارق هكاك شغل بما والله غير سيتي ان بيغ ازار يعني ماشي والله ماشي الغنية هذه ماشي عليا ولكن ما كانش واحد ما تخدعش يعني وكان من 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 من, من جارو كاع ولا من جارته ماشي لازم با فورسيمون امور ولا مي اي واحد يقدر يتخدع انت ما تخدعتش في حياتك سي بصح انا راني نقدم ضيفك تبعني مليح الحاجه اللي راني سور منها سكو لي زانترنوت اللي يشوفوا فينا الان في المباشر تاع اليوتيوب والفيسبوك تاع لاباج اوفيسيال شروق تي في لو كان نبوزي لهم لا كيسيون نقول لهم سقسوا شفيق راح اول سؤال يكون هل انت مرتبط شوك سكت وي وي صحاش بتردد وي شتو لا 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 نو نو شوف الا قلت لا ندير بروبليم العمري ما يمكنش تقول لا ايه الا قدرتو تصيبوها غير صيبوها هاي صاي اللي يقدر يتقبض عليها غير يتقبض عليها من عندي انا فريده نعاود نرجع ليك شكون هي بالك الاغنيه الجزائريه اللي راكي تقولي ولا كي تسمعها تقولي كون غير هذه الاغنيه كانت ليا تاعي انا En fait, il y a plusieurs. Il y a deux qui sont très bien. Un d'entre eux, je vous disais que je vais vous parler de Yamra. Yamra. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et il y a une autre, l'âge de l'âge de Babylone. Ah oui, c'est une chanson très bien. Les deux chansons... Yamra, quand tu étais avec toi, quand tu étais avec toi, Ya Rajul. Mais je préfère ça, c'est mieux. حسام وانت اللي تقول هذه بالك لو كان كانت ليا لو كان نحبها اكثر لا لوا تاع شاب بلال تاع شاب بلال نوجه له تحيه بيان سور بيان سور حسام كان عندك مشروع ديو مع نسرين طافش لم يرى النور اون اغيان في ودرنا جيست حصه هكا تلفزيونيه وكان لي الشرف كنت معاها خدمنا فيت في تما وكلش مي ما كاش عندنا بروجي ولا شي حاجه ولا بصح دارت هكا في الصحافه قالوا بلا ما حنديروا ديو هضروا الناس يهضروا وكل شيء هي تبي دير هي اللي طلبت على حسام طلبت باش يجي حسام حسام لب الطلب وجيت و سيتي بيان باسي ونبلغوا لها سلامنا الحار نسرين طافش اللي اختنا وراهي في القمه يعطيها الصحه تانيك شفيق ديوهات كيفاه ديوهات انا ماذا بيا كنت نسمع ديو حسام وفريده اليوم هذاك من بعد راح نسمعوا خلاص هذاك هو ديو تاع اليوم مسك ختام البروغرام تاعنا ولكن جا وقت باش نسمعوك اون كابيلا سي بوسيبل ياك بيان سور يا تري بيان طونا تحيه لشفيق باو لو برومي جور انا شفتك نقسم بالله لا عشقتك وصلت انا حتى بكيت لك وما شفتك الحق ديا ويلا هبلت سبابيتي يا والدي يا والدي يا تيرارارا يا ريت لقيت لي خبرها شو صرالي على خاطرها من عشقا مرتان يا شفت الموت بين عيني ويلا هبلت سبابيتي يا طن طران طران طن طران طران والدي يا والدي يا تيرارارارم فوالا يا ريت لقيت اللي خبرها وانا نقول يا ريت وقتنا يطول باش نكملوا في هذه السهره ولكن لسوء الحظ وصلنا للختام بصح مشاهدينا انتم ما تزابيوش لانه في ختام هذه السهره راح يكون لاول مره ديو سبيسيال ما بين الشاب حسام وفريده رقيبه قبله اعطينا كلمه ختاميه حسام نشكركم على الاستضافه وان شاء الله ما تكونش الخطره التاليه هذه ورانا هنا نلبوا طلبكم وقت ما احتاجنا الجمهور وطلب علينا ان شاء الله رانا نكونوا معكم وسلامي الحار لقناه الشروق شروق تي في وهذه هي الصلاه والسلام على اشرف المرسلين عليه الصلاه والسلام فريده واش تقول لنا في الختام؟ سيتي ان غيال بليزيغ اللي جمعتونا كاع مع بعض صافي لونتون كو نعرف حسام مي سي ان بخومييغ فوا اللي جمعت انا وياه في بلاطو واحد وغادي نقدموا لكم اغنيه من
اجمل الاغاني حسني الله يرحمه اي سي توجور ان بليزير ثاني دو بارطاجي لو ستوديو افيك شفيق سي با لا بروميير فوا وحنا نروحو خلاص لا انت انا فرحانه باسكو تلاقيتك باسكو نشوفك في التلفزيون تي حاجه كبيره اي جو سوي تري كونتونت لي عاود شفت مي زامي لي ميوزيسيان دونك ميرسي ا فو اي ميرسي اوسي لي مرسي رجال الخفاء ومرسي شروق تي في اللي جمعتنا في هذا شكرا لك فريده رقيبه مرسي شفيق انا نقول لكم ان شاء الله كنا خفاف عليهم سي توجور ان بليزير دو بارطاجي ان بلاطو اوسي ريش دابور ميرسي ان غون ميرسي ا لوركستر لوركستر دونك au staff bien sûr ليك رياض بن عمر على شان اي جيتي تري رافي دو فير فاس ا حسام فريده اي فاس ديرير ليكرو الناس اللي يشوفونا نقولهم نحبكم ابيانت ان شاء الله شكرا لك شفيق مشاهدينا احنا نقول لكم في الختام دائما وجهوا تحيه خاصه لكل الفريق التقني والصحفي اللي دائما يسهر على انجاح برنامج غني جزائري تحيه خاصه للمايسترو طارق كادام والفرقه الموسيقيه تاعو تحيه لهم وتحيه للضيوف بيان سور احنا نتلاقاو بكم الاسبوع المقبل ولكن في الختام كما وعدناكم ديو سبيسيال بين فريده رقيبه والشاب حسام اغنيه طلبتي الفراق للمرحوم حسني يلا تفضلوا باستوديو غني جزائري تحت حياتكم